إذن عن فشل الزراعة في العراق من جراء السياسات الحكومية الفاشلة وتأثير أو انعكاس تأثير ذلك على المواطن العراقي، معنا عبر سكايب من أوسلو الخبير الاقتصادي العراقي الدكتور سناء عبد القادر. مرحبا بكم أستاذ سناء معنا. أهلا وسهلا، تحياتي إليك حياك الله وإلى قناة أبعاد الدين الفضائية وإلى كل المشاهدين. أهلا بك. إذن دكتور سنان، تدهور الزراعة عموما في العراق، قد تزايد هذا التدهور منذ بدء الاحتلال الأمريكي في عام 2003 انحدارا حتى الآن. ما الأسباب برأيكم التي أدت إلى انهيار هذا الجانب المهم في الحياة العراقية؟ الأسباب وهي أنه عدم اهتمام الدولة بالقطاع الزراعي بشكل عام، نعم، وذلك أدى إلى أنه هجرة الفلاحين من الريف إلى المدن وخصوصا المناطق الجنوبية من أجل الحصول على عمل بسيط، من أجل العيش في مكان ما وإلى آخره، وأدى وصعوبات التصحر، مصاعب يعني مشكلة التصحر، مشكلة شحة المياه، مشكلة قلة البذور، مشكلة الإهمال من قبل الدولة، مشكلة عدم الحصول على سلف زراعية مكفولة من قبل الدولة، وهذه طبعا أسباب أخرى. فمن ذلك أنه أدى إلى هجرة الفلاحين، من عندما الفلاح يهجر الأرض سوف الأرض تقوم عليها مشاكل، وهي مشكلة التصحر، عدم الاهتمام بها، الجفاف، قلة المياه في الأنهار. يعني هناك عدة عوامل، مشاكل أساسية عندنا في العراق. نعم، يعني جوانب مهمة تفضلت بذكرها دكتور سناء. لماذا لا تبحث هذه الجوانب لمواجهة هذا التدهور وإيجاد الحلول له، مثلا مع خبراء داخل وزارة الزراعة أو باستعانة خبراء حتى من خارج عراقيين؟ ممكن جدا، وعلى أساس أنه المفروض يعني وزارة الزراعة استعانت بخبراء من خارج العراق، لكن احنا المشكلة عندنا هنا بالداخل، مشكلة يعني شحة المياه أهم شيء، هذه شايف كيف؟ مشكلة التصحر، جفاف، عدم اهتمام الدولة، عدم الحصول على قروض ميسرة من البنك الزراعي أو من قبل الدولة من مصارف مختلفة. هذا ليس فقط يعني يحل المشكلة إذا استدعينا خبراء من الخارج. طيب وثم ماذا؟ الخبراء يقول لك هناك مشكلة عندكم شحة المياه، هذه مسألة مهمة، كيف نلعب بها؟ إيران أكثر من 10 أنهار قامت بتحويل مسارها، أو كذلك يعني لا يمكن العراق أن يحصل على قطر، وكذلك تركيا. فإذا هذه أهم الأسباب. وذلك شوف لك يعني المزارعين بالعراق اول ما تتكلم معك لك يا اخي شحة المياه، وادى لانه قله اسمه انتاج الحنطه والشعير وكافه منتجات الاخرى، بالاضافه الى انه سنجي على مشكله اخرى، مشكله الاستيراد من ايران ومن دول اخرى. هذه المشكله دكتور سنان، نعم عفوا، هذه المشكله تحديدا الاستيراد خصوصا من ايران، هل تعتقد أن هذا يعني مقصود، يعني جعل العراق الآن فقير والتصحر وكل هذه المشكلات لا يستطيع أن يكتفي زراعيا، هل هذا كله مقصود لأجل استيراد هذه البضائع، مع العلم أنها ممكن أن تزرع داخل العراق بمثيلاتها وخصوصا تستورد هذه البضائع من إيران، خصوصا المواد الزراعية، هل هذا مقصود لتدمير الزراعة في العراق؟ طبعا بدون شك، يعني لانه يقف وراء هذه الاستيراد حتما يعني مثل ما اقول اشخاص لهم باع او لهم قدم في السلطه، ويقومون باستيراد مختلف التجار ومختلف مثل ما اقول الشركات الاخرى التي همها انه يستيراد والحصول على منافع من الاستيراد. في حين طبعا لو نقوم ب السيطرة على الاستيراد وعدم الاستيراد، عندنا منتجات غذائية ممكن تكتفي بالغرض، يعني منتجات الخضروات، الطماطم، الفواكه إلى آخره، بإمكان أنه من يستورد من تشجيع يعني الفلاح. العام الماضي وفي هذه السنة قاموا بالتقليل من الاستيراد والسيطرة على المنافذ الحدودية، شفنا أنه المنتجات الزراعية العراقية ظهرت في الأسواق وانخفضت الأسعار. نعم، لكن مع الاستيراد جاء مرة ثانية رجعنا،
ونرجع هسه مره ثانيه مساله قانون الامن الغذائي والذي الان يناقش بشكل حاد. طيب قانون الامن الغذائي ما اقول له مثل ما اقول لك التاثير على موازنه العراق لعام 2022 هو عباره عن موازنه مصغره. يعني اذا احنا اخذنا بهذا القانون الامن الغذائي، طيب لماذا لا ننفذ موازنه العراق لعام 2022؟ يعني هل هو قانون الامن الغذائي عباره عن خطه مصغره؟ طيب احنا لماذا لا نقوم بتنفيذ الخطط الكبيره الاقتصاديه؟ يعني هذه مشكله. يعني هذا مشكله انه من جهه شوفك يعني وجود عده احزاب تطالب بعمليه والله الامن الغذائي، طيب الامن الغذائي وقانون الامن الغذائي، طيب انت عندك خطه اقتصاديه اخي نفذها. نعم نفذ الخطه الاقتصاديه ونفذ الموازنه، ما تحتاج الى هذه الخطط يعني الخطط المستعجله الغير مدروسه. ها يلا الان ها خلينا نحل المشكله. شنو نحل المشكله؟ متعدد خطه اقتصاديه يا اخي نفذها. والمشكلة لا تزال قائمة. إذا كان معنا عبر سكايب من أصل الخبير الاقتصادي الدكتور سناء عبد القادر، شكرا جزيلا لك.